أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان اليتيم المحظوظ، وهي من القصص الخيالية المعبرة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. عاش في قديم الزمان وفي بلدة بعيدة فلاح فقير مع ابنه الوحيد، وكانت امرأته قد أصيبت قبل سنوات بمرض شديد، فماتت تاركة بين يديه هذا الصبي، فعني به عناية كبيرة، ولكنه لم يعوضه حنان الأم ورعايتها، لذلك فكر في أن يتزوج امرأة ثانية، وأن يتخذ امرأة ترتب لهما البيت، وتطهو لهما الطعام، وتخيط لهما الثياب، وتسهر على راحتهما. تزوج هذا القروي الأرمل بامرأة ثانية، وجاء بها إلى كوخه، فتظاهرت في بداية الأمر بالطيبة والحنان، ثم انقلبت فكشفت عن حقيقتها الشريرة، فأخذت تعذب ابنه وتقسو عليه، وكان الفتى هادئ الطباع، مطيعا نبيها، ومع ذلك كانت لا تحس نحوه إلا بالحقد، ولا تضمر له إلا الشر، فهي تسعى لإهلاكه وموته إن استطاعت إلى ذلك سبيلا. وعرف الجيران والأهل كرهها لابن زوجها، وشاع الخبر في القرية كلها، لذلك كانت الزوجة الشريرة تدبر مكيدة خفية تقضي بها على هذا الفتى دون أن يتهمها الناس بقتله. قالت يوما لزوجها: ألا تعتقد أن ابنك يعيش عالة في البيت، لا يعمل ولا ينشط لاعتماده عليك، بلغ من العمر سنا توجب عليه السعي لكسب رزقه بيده، ولو عرفت من قبل بهذه الحال لما قبلت بك زوجا لأكون خادمة لابنك الكسول. إن بلاد المنطقة واسعة، فليذهب وليسعى في طلب الثروة، فإذا كان ذكيا مقداما كما تدعي فإنه ينجح في حياته ويكسب مالا كثيرا ليفعل ما يشاء خارج البيت، فلا مكان له بيننا. وافق والد الفتى على كلام زوجته، لأنه كان يخاف منها ويخضع لإرادتها وينفذ كل ما تطلبه منه، لذلك تقرر سفر هذا الفتى ليسعى في البلاد وراء رزقه. أخذت الزوجة تعد للفتى ما قد يحتاج إليه في رحلته، وعوضا عن أن تخيط له الأثواب الجديدة من الأقمشة الجميلة، اكتفت بأن زودته بالقديم الرث منها، فلم تعطه إلا الممزقة والمرقعة والملوثة بالأوساخ والمقطعة الأزرار، ولم يجرؤ الفتى على التذمر والاعتراض لتأكده من أن كل كلمة يقولها ستؤدي إلى عكس ما يريد. وكانت نفسه تحدثه بأنه يتوصل من بعد بنشاطه وذكائه إلى التغلب على كل العقبات التي تقف في طريقه، وإلى بناء مستقبل له أفضل من حاضره على كل حال. لما حان الرحيل وربط هذا الفتى أمتعته بسرج حصانه، أقبلت عليه زوجة أبيه حاملة بعناية قصوى صندوقا صغيرا مذهبا، وقالت له: شئت ألا تغادر هذا البيت قبل أن أقدم إليك هذه الهدية لكي لا تكون حاقدا علي. الحقيقة أني ما أحببتك وأنت هنا في البيت، لأني امرأة مقتصدة، وزوجي عاجز عن إعالة فتى في مثل سنك، أما اليوم فأنت راحل، وحقدي عليك يتلاشى مع رحيلك، وأمك لم تترك لك شيئا من المال، وأما أبوك فما يزال حيا، فلا حق لك إذن في ملكه،
فأنت ذاهب بلا مال، وستلاقي أياما قاسية لا تجد فيها طعاما تأكله، ولا بيتا تلجأ إليه، ولا فراشا تتمدد عليه، ولن تحقق بعض رغباتك إلا بعد شقاء طويل وكفاح مرير وعذاب أليم. لذلك فكرت في أنك إذا لم تتناول من الطعام ما يكفيك يصيب جسدك الهزال فتمرض، فرأيت أن أصنع لك 100 حبة من المقويات، فإذا أحسست بضعف ابتلع 1 منها، عندها تستعيد نشاطك وهمتك وتشعر بأنك قد انتقلت إلى عالم آخر أفضل من عالمك هذا. قالت المرأة الشريرة ذلك وهي تخفي ابتسامة ماكرة بين شفتيها، لأن هذه الحبوب المقوية ما هي في الحقيقة سوى حبوب مسمومة تكفي 1 منها لقتل إنسان في أحسن عافية ونقله إلى العالم الآخر الذي أشارت إليه إشارة خبيثة. تلقى هذا الفتى هذا الكلام بامتنان، ظنا منه أن زوجة أبيه تقول الحقيقة، وأن قسوتها عليه في الماضي ما كانت إلا لخيره وفي سبيل بناء مستقبله، وما فطن ما تكتمه في ضميرها من أذية وشر. شكر لها عاطفتها الرقيقة ومسح 2 حدرتا من عينيه تأثرا، وانحنى أمام أبيه طالبا منه البركة، وودع الجيران وألقى نظرة أخيرة على بيته، ثم امتطى جواده وأطلق له العنان. كان في وده التوجه إلى عاصمة المملكة القريبة إلى حيث رحل من قبل عمه، مؤملا أن يجد لديه ما يساعده في حياته الجديدة. صار 2 كاملين لا يقف في طريقه عائق، يشرب من مياه الينابيع ويأكل من أشجار التين التي ينزل للاستراحة في ظلها، وينام تحت الأشجار نوما هنيئا، حتى دخل حدود المملكة المجاورة في نهاية اليوم 3، فلاح له من بعيد غبار كثيف تثيره جماعة من المسافرين، فأخذته من أمرهم حيرة لكثرتهم ولوجودهم في هذه المنطقة النائية من البلاد. وكانت الطريق خالية وليس إلى جانبها بيت أو كوخ يختبئ فيه، ولم يكن قربه سوى 3 أشجار ملتفة الأغصان غزيرة الأوراق، فقفز هذا الفتى عن ظهر حصانه وعدا نحو الأشجار وتسلق 1 منها حتى وصل إلى أعلاها، ولقد شق عليه أن يدع حصانه، ولكن الغبار الذي أخذ بالاقتراب منه جعله لا يفكر إلا بنفسه، وما بلغ موضعا مرتفعا من الشجرة حتى أعد له ملجأ بين الأغصان ضاما بعضها إلى بعض وتمدد فيه بعد أن التف بالأوراق بحيث لا يراه أحد من تحت. دنا الغبار منه وأصبح في وسعه وهو في مكانه العالي أن يتبين جماعة من الرجال يمتطون خيولهم وهم مدججون بالسلاح، وتشيع في وجوههم إمارات الشر والوحشية، فقد كانوا من قطاع الطرق الذين يهجمون على المسافرين والناس الآمنين، يسلبونهم كل ما يحملون ثم يقتلونهم ويدعون جثثهم للحيوانات الكاسرة. وحاول إحصاء عددهم فإذا بهم يبلغون 100 فارس، وبدا له من أحاديثهم أنهم عائدون من غزوة لهم قاموا فيها بالهجوم على مقر الملك الصيفي في ضواحي العاصمة، فقد نهبوا ما وجدوه هناك وركبوا على خيول الملك 100 بعد أن علقوا في سروجها أكياسا مملوءة بالأدوات الفضية والذهبية. ما وصلوا قرب هذا الفتى حتى استرعى انتباههم حصانه السارح هناك، فقال زعيم العصابة: ما أرى، هذه هدية أخرى تنزل علينا، هذه المرة من السماء، إليكم هذه الدابة التي تفضل مشاركتنا في حياتنا المغامرة على البقاء في إسطبل صاحبها منعمة، وها هي تحمل إلينا أيضا ألبسته وأطعمته، فكم نحن محظوظون اليوم.
ضحك اللصوص ضحكا شديدا لحديث زعيمهم الساخر، ونزلوا عن ظهور جيادهم وأمسكوا بلجام الحصان وتفحصوا الثياب، فوجدوها في حالة مزرية، فرموها أرضا متقززين، غير أن الصندوق المذهب التي تحتوي على 100 حبة قد استهوت رئيسهم، فأخذها ونظر إليها متفحصا ثم قال: أقرأ على غطاء هذا الصندوق أن فيها حبوبا مقوية، وإننا لتعبون بعدما قمنا به من أعمال خطيرة اليوم، ونحن وإن كنا أغنياء وكانت أكياسنا ملأة بالفضة والذهب فليس لدينا ما نسد به جوعنا، فالرأي أن نخيم تحت هذه الأشجار 3 وأن يتناول كل منا حبة منشطة، فإذا فاجأنا غدا رجال الملك وقاتلونا صمدنا في وجههم وتغلبنا عليهم وإن كانت بطوننا خاوية من الطعام. وافق اللصوص على رأي رئيسهم، وتناقل هذا الصندوق بين أيديهم يأخذ كل منهم بدوره حبة مقوية، فكان لكل فارس حصة لأن عدد الحبوب مساوي لعددهم تماما. وما مر قليل من الوقت حتى خيم على قطاع الطرق صمت رهيب، فهدأت جلبتهم وصمتت أصواتهم، ولم يبقى من أثر للحياة إلا صهيل خيولهم التي تسعى في السهل القريب لالتقاط ما يتيسر لها من العشب الأخضر. شاهد الفتى هذه الأحداث من أعلى الشجرة، وما كان في قدرته التدخل في الأمر، وما أسف لثيابه الممزقة والمرقعة، ولكن فقد الحبوب المقوية أثاره وأحسنه، لأنه لم يكن ليعرف من أي نوع هي وما طعمها وما فعلها في آكلها، وأخذ يتحدث إلى نفسه ويقول: إن المستقبل مظلم أمامي، وسأجوع قبل أن يستقر بي الحال وأجد عملا أكسب به عيشي، وهذه الحبوب كانت كافية لسد جوعي وبعث النشاط في جسمي، وهؤلاء اللصوص قد ابتلعوها، فهي تزيدهم قوة على قوة في إحداث الشر وفي مقاتلة جنود المملكة، ولكن ما الحيلة وما أنا فاعل وهم أقوياء؟ لقد ضاعت جهود زوجتي أبي سدى ولم أستفد من تعبها. سهر الفتى طول الليل مصغيا مرتعشا من البرد والخوف، محاذرا أن ينبه إليه اللصوص أو أن يغلق النعاس عينيه فيسقط من رأس الشجرة بين أيدي القتلة، ولكن الليل انقضى وغابت النجوم وظهرت أنوار الفجر، ثم ملأ ضوء النهار السهل كله، وما سمع من النائمين صيحة أو صوتا، فأبعد في حذر شديد بعض الأوراق من أمام عينيه ونظر إلى أسفل الشجرة، فوجد اللصوص نائمين في هدوء وسكون عجيبين، وكانت خيولهم تصهل أو تترافس وهي في مرح بعد أن استراحت من عناء السفر. وتابع الفتى يقول في نفسه: ترى كيف ينام هؤلاء على صهيل الخيل؟ أتولد الحبوب المنشطة ميلا إلى النعاس؟ أم أن الرجال قد تعبوا في أمسهم إلى درجة أنهم ما يزالون في حاجة إلى الاستمرار في النوم؟ مرت ساعات أخرى واشتد صهيل الخيل وارتفعت الشمس في الأفق وما تحرك أحد من الراقدين، فبدأ الشك يساور هذا الفتى، وأخذ يحاول الخروج من مخبئه والانزلاق من غصن إلى غصن، وكان يتوقف حينا بعد آخر وينظر إلى ما تحته فيجد النائمين ما يزالون في جمودهم، ولما اقترب من الأرض حدق فيهم وقد سطعت الشمس بأنوارها على وجوههم، فوجدهم متيبسين وعلى حفاف شفاههم لطخة خضراء، فقال في نفسه: إنهم لأموات، أهذا فعل الحبوب التي قيل لي إنها من المقويات؟ لا لا، إني لأظلم تلك المرأة التي أرادت الإحسان إلي فأعطتني الصندوق، لا أصدق ما يمر في خاطري، ومع ذلك فهم جميعا أموات. هبط الفتى من الشجرة ممزق النفس شكا ورعبا،
واقترب من الرجال الممددين أمام نظره 100 لص في يبوسة الحطب تنظر عيونهم الجامدة في الفضاء، لأن الحبوب كما قالت له زوجة أبيه تنقل الآكل منها إلى عالم آخر. سجد هذا الفتى على الأرض وصلى صلاة حارة من أعماق قلبه، ثم وقف وقد ملأت السكينة نفسه، وقبض على الجياد واحدا واحدا وربطها جماعات من 10 رؤوس ودفعها بها أمامه في قافلة واحدة بعد أن امتطى ظهر حصانه، وأسرع في السير بحيث وصل عاصمة المملكة قبل غياب الشمس. ما كاد يدخل المدينة حتى وجدها في غليان، لأن هجوم قطاع الطرق على مقر الملك الصيفي قد أثار الخوف فيها. خرج الجنود من القلاع وساروا في الشوارع يقرعون الطبول، وتسلح الناس وتجمعوا أمام أبواب منازلهم. فلما رأوا هذا الفتى مع قطيع الخيل سألوه عن أمره، فأبى الكشف عن سره بل ألح في الوصول إلى الملك. ساروا أمامه إلى المقر العام، وكان الخبر قد بلغ الملك بأن رجلا بمفرده يقود الجياد المسروقة المحملة بأكياس من الفضة والذهب، وبأنه متجه نحوه. فخرج الملك وزوجته ورجال حاشيته إلى حديقة القصر في انتظار قدوم الرجل الغريب. وما اقترب هذا الفتى من الملك حتى ترجل وانحنى أمامه قائلا: يا مولاي، أنا الفتى الدخيل في مملكتك بأن أعبر لك ولأسرتك الكريمة عن احترامي وإخلاصي. فقال له الملك متلطفا: تكلم أيها الغريب، أأنت الذي سرقت خيول هذه من القصر الصيفي؟ قال الفتى وقد احمر خداه غضبا لهذه التهمة، قال: في بلادنا يا مولاي مثل قديم يقول: يجب التمييز بين من يأخذ ومن يعطي، وأعتقد أن جلالتك تعرف هذا المثل وتطبقه في تصرفك، فاستمع إلى روايتي فهي وحدها تكشف لك الحقيقة. قص الفتى خبره منذ مغادرته منزل أبيه، وروى ما جرى له من الحوادث وما تم له مع قطاع الطرق، ولم يخف عنه أمر الحبوب المقوية التي أعطته إياها زوجة أبيه. بدا الأمر عجيبا لا يصدق، وظن الملك أن الفتى متواضع وأنه قد اخترع قصة الحبوب المنومة القاتلة ليخفي حقيقة بطولته وفتكه باللصوص وحده بلا مساعدة، وقال في نفسه: الحقيقة التي تتراءى لي هي أن اللصوص قد سقطوا تحت ضرباته، غير أنه كعادة الأبطال الحقيقيين ينسب الفضل إلى المقادير، لذلك يجب أن أجزل العطاء له. في هذه الأثناء بالذات وصل أحد الجنود ونقل للملك خبر العثور على جثث اللصوص في المكان الذي أشار إليه هذا الفتى، فمد الملك يده نحو الفتى مصافحا إياه وقال له: إنك لرجل شجاع تستحق مقاما رفيعا في قصري، فلست أرضى بعد الآن بأن تغادر هذا القصر، بل تبقى معي منعما بالأوسمة الرفيعة والمراكز السامية، وتسير في الحفلات الرسمية إلى جانبي أسوة بالأمراء وكبار الدولة، وتقيم في القصر الذي تراه هناك مسقوفا بالقرميد الأحمر، وتتناول مرتبا كبيرا بحيث تعيش حياة مترفة وسعيدة. بينما كان الفتى يكثر من الانحناء إجلالا ودهشة، استدعى الملك المنادين وأمرهم بأن يذيعوا النبأ في المدينة، وبأن يخبروا القاصي والداني بما أقدم عليه هذا الفتى من أعمال الشجاعة والفروسية. ومنذ ذلك الحين بدأ هذا الفتى حياة جديدة ما كان ليفكر بمثلها من قبل، غير أن السعادة التي غمرته لم تفقده فضيلة التواضع، بل فاضل على اتزانه وصدقه وثابر على خدمة الملك محاولا قدر استطاعته. الإخلاص في خدمته عرفانا بجميله وفضله عليه، وكان يفكر أحيانا بالأحداث التي أوصلته
إلى ما هو عليه من ثروة ونفوذ قوي، وتمر في خاطره الحبوب المقوية التي أعدتها له زوجة والده لتقتله، فأدت به من حيث لا تريد إلى عالم جديد من السعادة الحقيقية. لذلك أرسل لها يوما بعقد نفيس من 100 لؤلؤة مكافأة لها على صنيعها معه. يكثر الحساد في كل مكان، يثير نفوسهم ما يرونه من سعادة الآخرين، وقد أصيب هذا الفتى بما أصيب به سواه من الذين بلغوا المراتب العالية. تألب عليه الحساد من رجال البلاط، فكانوا يقولون فيما بينهم: علينا بالتخلص من هذا الغريب. لم يكتف الملك بما أغدق عليه من مال ونفوذ، بل فضله علينا وعهد إليه في أرفع المهمات والوظائف، ولا سبيل إلى الخلاص منه إلا بقتله، وإلا فإنه سيبقى عقبة في طريق تقدمنا. أخذ أعداؤه بالتآمر عليه، غير أنهم لم يجرؤوا على مهاجمته مباشرة لقربه من الملك ولحب الشعب له، فاكتفوا بأن أخذوا يحذرون الملك من تقديم رجل غريب مجهول الأصل، وكانوا يقولون إن قتل اللصوص ليس دليلا على شجاعة خارقة، لو أنه هاجمهم مواجهة وبمفرده لاعترفنا له بالبأس والقوة. إذا كان جريئا وشجاعا كما تعتقد يا مولانا ليذهب وليقاتل الأسد الكبير الذي يعيث في المملكة فسادا ويفتك بالمواشي كلها، إذا انتصر عليه وقتله لا نعترض على وجوده بيننا وعلى إعطائه تاج الملك. تردد هذا الكلام على مسمع الملك مرات ومرات، حتى بدأ هو نفسه يشك في جرأة هذا الفتى، وحتى فكر في أن يختبر قوته وشجاعته. فأقبل عليه صباح يوم وقال له: إن محبتي لك تثير الحسد في قلوب رجالي، وهم يرغبون إلي في أن أمتحن صبرك وبأسك وعزيمتك وإخلاصك لي. قال الفتى وهو يقبل يد الملك: ما عليك إلا أن تأمرني بما تريد يا مولاي، وإني لباذل ما في وسعي لأؤكد لك امتناني ومحبتي لك. قال الملك: عليك بالذهاب لقتال الأسد الكبير الذي ينشر الرعب في جميع أنحاء مملكتي، ولا يجرؤ أحد من الفرسان الأبطال على منازلته وإهلاكه، لأنه من الضخامة والشراسة بحيث أصبح من المستحيل التخلص منه. إن بلادي تعيش في جو من الرعب لا مثيل له في تاريخها. اصفر وجه الفتى وحاول جهده إخفاء ما تراه من اضطراب داخلي، غير أنه تمالك نفسه واحتفظ بهدوئه ورباطة جأشه وقال بخضوع: إني لعلى استعداد لمثل هذه المهمة يا مولاي. تأثر الملك من جواب الفتى تأثرا عميقا وقال: ما شككت قط في موقفك يا صديقي، ولكن اصغي إلي جيدا، إن رجالي يطلبون منك الذهاب لمقاتلة الأسد، وليس معك من السلاح سوى وتد من الخشب رهيف الحد، وكنت أود أن يسمح لك بسيف أو رمح أو ما يشبههما، غير أن وزرائي أبوا تلبية رغبتي وقالوا إن شجاعتك تكون أكثر بروزا وأسطع تألقا إذا اكتفيت بوتد خشبي في معركتك المقبلة، فإذا تيسر لك النصر نظر إليك جميع سكان البلاد نظرة إعجاب لا مثيل لها، فهل أنت مستعد لهذه التضحية؟ قال الفتى وقد اشتد اصفرار وجهه وكاد يسقط مغشيا عليه، قال: أجل يا مولاي أنا مستعد. فوقف الملك وتقدم من الفتى وعانقه وقال: اذهب يا صديقي، إن الأسد هو الآن غربي البلاد على مسيرة نهار من العاصمة، وجوادك في انتظارك في ساحة القصر، والوتد معلق بالسرج، وإني في انتظار عودتك منتصرا ومعافى. حالت الدموع
دون استرسال الملك في كلامه، فخرج الفتى متعثر الخطوات كأنه سكير قد أفقدته الخمر صوابه، وتوجه إلى ساحة القصر وركب الجواد وابتعد عن المدينة مسرعا، وكان يقول في نفسه: لقد انتهت حياتي أسوأ نهاية، ما سعدت فيها إلا أياما قليلة لأفقدها نهائيا. أي بؤس أنا فيه، ليس لدي ما أدفع به الموت عن نفسي إلا هذا الوتد الرهيف الحد، أي لا شيء، إنهم يريدون قتلي ما في الأمر شك. أي موت محتم ينتظرني بعد أميال؟ يا إلهي أمدني بعونك. وبينما تجول هذه الأفكار في رأسه، كان الجواد يسرع العدوى نحو الغرب حتى يصل به بعد ساعات معدودة إلى المكان الذي عين له، فما كاد يبلغه حتى سمع زئيرا مرعبا ومفاجئا، بحيث أن الجواد اضطرب اضطرابا شديدا وتراجع بسرعة إلى الوراء، فسقط الفتى عن ظهره متدحرجا على التراب على قيد أقدام من الأسد الهائل، وانطلق الحصان هاربا بنفسه في السهل مبتعدا عن الخطر. نظر الفتى حوله والخوف يكاد يخمد أنفاسه، فأبصر فوق رأسه قريبا منه غصن شجرة، فرفع ذراعه وأمسك به ووثب عن الأرض متجها نحوه، فإذا بالأسد في هذه اللحظة يقفز عليها ويهبط بجسمه الثقيل فيقع على الأرض، حيث كان الفتى منذ ثانية واحدة. لم يكن الغصن الذي تمسك به هذا الفتى عاليا، فرفع الأسد رأسه ونفش عفرته غضبا وألما، والشرر يتطاير من عينيه وزئيره يملأ الأرجاء، وفتح فمه كأنه يريد التهام فريسته، وكان الفتى في حالة من الذعر تكاد تقضي عليه، فتشبث بالغصن وأمسك به جيدا بيديه الاثنتين خوفا من الوقوع، فسقط منه الوتد الرهيف الحد، وكان الأسد فاغرا فمه، فوقع الوتد في حلقه وغرز في بلعومه. ذهل الحيوان المفترس للمفاجأة وأحس بأنفاسه تتقطع، فنسي فريسته وحاول التخلص من الوتد العالق في حلقه وهو يزداد غرازا فيه، وأخذ يتقلب على التراب وزئيره يتعالى ويشتد دقيقة بعد أخرى. كان الفتى يشاهد في رعب لا يوصف تخبط الأسد ومحاولته الفاشلة، وكان يصلي في أعماق قلبه إلى ربه لينقذه من محنته، وكان سكان القرى المجاورة يختبئون في منازلهم وقد أقفلوا أبوابهم، والحيوانات قد وقفت في مواضعها لا تجرؤ على الهرب كأنها قد فقدت قوة الحركة. كل مخلوق حي في تلك المنطقة يشعر بالموقف الرهيب ويسمع من بعيد أصداء المعركة الضارية. لما أقبل المساء كان الأسد قد لفظ أنفاسه الأخيرة وسكنت حركته وأصبح جسما باردا ممددا على الأرض. انزلق الفتى من الشجرة وصار متوجها نحو العاصمة، وفي طريقه صادف عددا من الفلاحين فأخبرهم بنتيجة المعركة، فسروا به وتناقلوا النبأ وقرعوا الطبول فرحا، وشاع الخبر في كل مكان، فخرج الناس يحتفون بقدومه ويتغنون ببطولته لأنه أنقذهم من عدو لدود فتك بهم وبالمواشي. وما زال سائرا مجتازا البلاد إلى أن وصل إلى العاصمة، فتلقاه الملك مرحبا ومهنئا بالسلامة وعانقه وقال له: يا بني، لقد عدت منتصرا لأن شجاعتك لا مثيل لها في مملكتي، أعددت إلينا السلامة وأرجعت إلى الفلاحين الطمأنينة وإلى الحقول الخصبة، وإني لأود أن أكافئك على هذا الصنيع بأن تذوق معي سعادة شعب المخلص. ليس لدي صبي أورثه العرش، لذلك ستكون أنت وريثي وخلفي، وسأزوجك من ابنتي نور الفجر التي ربيتها أحسن تربية، فامتازت بخلقها وجمالها وعلمها، فإذا أغمضت عيني وذهبت من هذا العالم
تتسلم قيادة بلادي من بعدي فتحميها بشجاعتك. وهذا ما حدث فعلا، فإن التاريخ ما يزال يذكر إلى الآن أنباء هذا الفتى الذي كان في عصره مثال الملك العادل الشجاع. انتهت الحكاية.